في بيتك يا تفيدي، بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي. الناس خلاص بقت تقبط وما تشتغلش. وايه دي التمزير وصل لده كله؟ جزمه ذهب جزمه. يلا ان شاء الله تتحطوا في نار جهنم. يا حلم يا حلم يا حلم، يا عيني عليكوا على ايامك. الله يرحم ايامك، كان الحب بجد. ايوه مش تجاري، حياه النبي بقى تجاري. انت وحشتني. ما تشوفيش وحش، يلا البس البس اللي تستاهل وانت عرقانه. خدي. طب لبسهولي. لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده. تعرف يا رمضان، انا ابتديت اتعود عليك بحياتي. ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض؟ انا نفسي اطبخ لك بايدي والله. عندك في البيت؟ ايوه. والحاج والحاجه موجودين؟ الحاج والحاجه مين دول؟ الحاج والحاجه مين؟ ابوك وامك. نونو وبابا وماما في بيروت. بابا وماما في بيروت؟ هو احنا نروح ناكل في بيروت؟ هناكل في بيروت ايه؟ هناكل هنا طبعا. لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا؟ ايوه لوحدي. انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا طبعا انا واثق فيك. طب ومش واثق في نفسك؟ لا انا بعون الله واثق في نفسي 100%. امال ايه؟ انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا. ما احنا لوحدينا اهو. لا احنا هنا مش لوحدين، معانا كنب وكراسي ونجف. ايوه كده اضحكي. انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم، خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا. مالك فيه ايه؟ لا مفيش، بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين، وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر. معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه، وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي، وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان. بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل. السلام عليكم. يقول الشاعر: نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يزاع له سر. اقوله تاني؟ يا مستر. حلو مستر. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يزاع له سر. سر؟ سرك تعرف يا كاسانوفا؟ أقوله تاني؟ لا يا أستاذ. ده هي تسد نفسكم. يعني مثلا شوف الشاعر قال إيه؟ قال حاجة جميلة أوي، وغناها الأستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ. تقول: الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق، إني أغرق أغرق ثلاثة بالله العظيم بغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق. القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال. يا 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 يا, يا, يا حبيبي شفت واخداني الأماني لحد فين؟ شفت بحلم 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 قد إيه؟ القمر خدنا القمر. عامل لي عبد الحليم هنا. مين؟ طبعا مش عارفني، نسيتني خلاص. أنا ضميرك يا حيوان. أعوذ بالله، أمال إبليس شكله إيه؟ وآخر أنت يا رمضان بتحب البنت اللي اسمها دجلة وأجلة. يا سلام، وأنت سايبني لما أغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر؟ البنت ده هي اللي تتقطع علاقتي بيها نهائي. ومجيتلك في المنام وقابلتها كويس هقطك وبخك. اسمعني بس، اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش. بتضعف وقدرت تقولها يا راجل؟ نسيب ناخد حريتي بقى. ده انا لسه هوريك العذاب اللي عمرك ما شفته. الظاهر ان انا صبرت عليه كتير، انما من دلوقتي وطالع انا صحيح. استاذ رمضان ازيك؟ انا اسفه انا جيت لك من غير ميعاد، بس انا كنت عايزه اتكلم معاك لو ممكن. يعني طب ممكن ثانيه واحده؟ ثانيه واحده طبعا. ها اعمل ايه؟ عايزاني اروح وياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي اصلح.
حلوة. النهاردة آخر يوم ليا في مصر، أنا خلاص مسافرة الفجر. في 60 سلامة. مصر هتوحشني قوي. معلش معلش، هو الفراق في أقوله صعب، إنما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حالة سكوت على طول، وتحت عينك دي سواد، دي بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشويه تلاقي في رعشه في الايد والرجل، دي بقى الشلل. انا بضحك وياك، مش عايزك تمشي متضايق. صدق يا رمضان، انت الشخص الوحيد اللي انا بثق فيه دلوقتي، والله العظيم. صدق صدق صوت قدامك، لان انا حاسب المترو، المترو فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الارنب لزبيد، وما ناخده منك، ده اسمه كلام برضك. عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوف ايه؟ عارف يا رمضان، ده اجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجله. اوه نجله. ده ممكن صوره. لا يا ابني ما بصورش، انا مدرس. صوره. انا مدرس. معلش يا رمضان عشان خاطري. معلش خلاص. حاضر حاضر. وقف وقف. يلا ممكن. نزل ايدك يا حبيبي، نزل ايدك يا بابا، انت جاي تتصور جلاد مسخر هنا، احترم نفسك. صورة كيوت. ها حاضر يا كيوت، حاضر. نزل ايدك يا اخويا، انا هو محرم وانت محلل، احترموا نفسكم، هتاخدوا الكاميرا وتمشوا. اقف عدل، استعد. يلا وانت بتغمزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق. يقفوا محترمين يا جورو بتاعي. اقف يا اخي. يلا يلا امسك السلام. معلش صورة ثانيه. صورة كمان ما تكتب عليها وتاخدها احسن. يا ريت مش هادي قليل ادب من هنا. امشي من هنا. يلا بنت من هنا امشي. ايه المسخره وقله الحياه دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين. فطل ايه؟ خلاص مشي. يغور ده مش عايزينهم. قالوا لي الكيوت. اه بس زعلان لي من الكيوت. انت مالك، انت ازعل ولا تحرق فيهم كوتين ده؟ اول ما ينفرس كيوت اخ، لو اخد منها قطه ان شاء الله موت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. سيكا بيت الاهل ده، خلي بالك منه. معلش يا جماعه، يعني معلش. بس يا بنت بل معلش، اما الرجاله تتكلم ان سواد تزغط البط. امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حمودي، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه. اه يعني اه لازم اعمل اشاعه على وشي. يا ساتر يا رب يا ساتر. راحة فين انتي؟ مسحه بيها وتمسحيها في وشي، ايه القرف ده؟ انا اسفه يا رمضان، انا السبب. ولا انت سبب ولا حاجه، انا بس اللي مضايقني هم كرمشوا البدله. ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي. هو انت ما عندكش غير بدله رمادي دي؟ ازاي يعني؟ عندي واحده سمني. سمنه؟ ايوه سمني، اللي هو زي الشاب ولبن ده هو. اما الرمادي دي غرالة حاجه، تنزل التانية تشتغل. بص يا رمضان، انا عايز اجيب لك سوفينير، بدله جديده يعني. بذمتك هتجيب الذوق ده؟ هتلاقي الذوق ده في حته. ها افهمي. لا طبعا. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا رمضان، ما بتهزرش. لا يا اختي بهزر. لا والله، لو تكوني مفكره الهلم بتاعتك دي هتسافر ولا حاجه. ها طب هتعملي في العقود الماضيه والعقابين اللي قبضتها؟ صحيح. وهتسيبي الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين؟ انا اقول لك ايه، هتروح على فين؟ هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. على فكره شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. انت اساسا مالكيش غير. ده انا محضر لها مفاجاه. دماغ. ايه دماغ؟ طب سيبني اوصلك. كفايه قوي، انا عايزه اتمشى في الهوا شويه. انا متشكره قوي يا رمضان، انا تعبتك معايا. لا انت كده هتزعليني، انا ما عملتش حاجه. انت لو عايزه انا ابقى مبسوط تاخدي بالك من روحك. اشوف وشك بخير. مع السلامه. الشاوي 7:12. العروسة فين؟ ايه يا راجل، جايه في الطريق. بس هي اتاخرت عند الكوافير شويه. تعرفين الكوافير بياخد مصنعيه. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تشرب سجاير وتشرب بيره وانت عايز. بس اعملوا حسابكم يا اخوانا، الحفله الكبيره للصبح، محدش يقول لي انا عايز اروح، واللي يقول لي معيش بطاقه.
بكلمها ما بتردش عليا. اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم. اتفضل. اوه اوه ماي دارلينج، قلقتيني عليكي قوي يا روحي. مفاجأة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة جوزي. خسارة نجلاء، خسارة، حظك قليل قوي. بقى ده جوزك؟ ايوه يا اخويا جوزي وراجل البيت. ومن هنا ورايح نجلاء وجدي دي تنساهي، انا مراتي اسمها تفاح الزحلاوي، وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. سلامي كده يا نجلاء. خد ياض انت كده. ايه انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرف داهيه. عموما هبني. يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد الصيع اللي معاك. مع السلامة يا عم الشيخ. بالسلامة. على فكرة أنا موافق على الجوازة دي. وأنا موافق إن أنت تغور في داهية. يلا بالسلامة امشي. إيه الناس دي؟ وأنت جاي منين أنت كمان؟ شوف يا بنت لو أكون حد مستخبى هنا ولا هنا. يلا يا وليه زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسدني نفسك يا بعيدي. الأستاذ رمضان بقاله أسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه. تكلمني حاجة عدلة. إيه ده؟ نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف اوصل لها. ليكون رمضان يا ابني انتهبل. رمضان هيتجوز نجلاء وجدي. واحنا حالنا نفسنا ليه؟ ده انا كان مشاوي. ايه؟ لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك؟ رمزي يا نجلاء. ايه؟ نجلاء اتجوزت رمضان. ايه؟ في ايديك قوة تهديك بقى، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بقى وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلية؟ مش عارف، امي كانت دايما تقولي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا روري. ثانية واحدة، في الفطورة. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عزمك علي الطلاق بالتلاتة. ان ما جبت الفاتورة لطلقك وارميك في الشارع اللي كلاب السكك تنهش في لحمك. هات يا بنت. احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما موت ابقى اصرف انت. فاهمها ولا لا؟ ايه دي؟ نهار اسود منيل 126 جنيه؟ وانا اللي خلاني تبت في الرجولة كده وحلفت عليها طلاق ونقي لما كانت دفعت وانت هنا؟ ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني، استلمتي انا المدعو رمضان مبروك ابو العالمين حموده مبلغ 126 جنيه. 20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان قولي يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتي. سكي السله انت بدور. مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتم. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. طرف الهوى الشكي وانت ما تدراش يا جدع. طرف شاولي شاولي عليه حكم الهوى ماشي، حكم الهوى ماشي. ألف شكر، ألف شكر، شكراً على حسن الاستقبال والحفاوة الجميلة دهياً. وإن شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس أنا زعلان منك قوي يا أستاذ رمضان. في إيه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي ولا تقول لنا ولا تعزمنا؟
هنشرفك برضه. وبعدين عروسه مش غريبه قوي علينا يعني. يعني ايه يا اخويا مش غريبه عليكم؟ خلاص يا سيدي، كفايه اللي انتوا عملتوه، انتوا قمتوا بالواجب وزياده. انما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نو ريلي، مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. ايه هو؟ هي نوجا هتبطل ولا لسه شغاله؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جسمه، انت وهو اي واحد هيتطاول هفرجه معامه، واي كلمه بره المنهج مش مسموح بيها، فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتابه قدام منه. يلا يا بيه، انت وهو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدات كلامك بالحقيقه تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع كمان دي كملت. ارغي يا شوقي، انا مش فضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مراتك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي، النمره غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها، افراح وحفلات غير شريط كاسيت، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنت هتفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام ياما يا امي يا مصر؟ يا مين بالله جاي ونفس في الحمام رمضان؟ تو ما افتكرت ان لك ام. انا زعلان، تاني موصياك تقوم اول ما توصل مصر تنصمت. اقولك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي، الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدق بالله الضلمه هناك الواحد ما بيشوفش ضلمه، والله ما بيشوف ضلمه، فجاه تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحه الضلمه، بقى فيه جنان يا امي. ايدي كابوس اهي. وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، داني جاي بصراحه ناوي ابيع القراطين اللي حيلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت فلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحياه سريعه سريعه. صدق بالله انا في مصر بفك ال5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا انت قاعده اللي راكب البطه. بطه وزت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي، فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده يا لا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا ام مش للدرجه دي. عيب يا ملت بختك يا ام رمضان، تتجوز من ورايا؟ هم اهل مراتك يفرحوا اني لا؟ اهلها ايه؟ دي مقطوعه من ساجره يا ضناهي. لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دنزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي، امسكي يا بت، يلا على جوه. أهلا. اهلا يا امي، اهلا دار نور. اهلا اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا امي. يا بنت يا تفاحه، امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي، تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره، ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين ياما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين ياما؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر أيوة الله العظيم، بقى ابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي ياما؟ انا بقول شبه. ايوه شبهها. ماشي. ايش جاب لجاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن ده كان قطعت وشها يقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقصه. دي اراء، دي اراء. لا وغتته. ايوه كل الناس تقول غتته، مكتوب عنها انها غتته. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. الدرجات يا رمضان معلش، بس دي اراء، دي اراء، ما ينفعش دعوه. احنا هنفضل في سريتها السودا ده هي، مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اراء اراء. منوره ياما. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي، حاجه بسيطه مش قد المقام. اصلي سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل ده؟ ومين اللي هياكل الاكل ده؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفطوره. فطوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، اما جبت الفطوره لكم مطلقك ورميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في عظمك. خلاص بعدين بعدين. ماشي. الله الله الله، ما يكلمك يما. نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه، سبحان الخلاق،
فولة واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجلي. خلاص يا ام بابا كفايه نسينا الزفرة دي، الهي تولع مطرح ما هي متنيلة قاعدة. اراء اراء ما عليني. خليك انت يا رمضان، شوف الاكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت. اعمل هنا وشيفة يا ام. تقرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. اهلا 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 بالقمر اللي زاد. يا قطه وحشينا نورت ليالينا، يا قطه وحشينا نورت ليالينا، وتلموا الحبايب تلموا الحبايب. رمضان استاذ رمضان ايه اسكت. شوفي بقى ست الكل، احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين رمضان؟ مين دول؟ لا يا امي، دول قرايب العروسه جايين يباركولها. كل دول قرايبها؟ ايوه ولاد خالتها. طب مش تعرفني بيهم؟ مش معرفه من الاول يما. ها طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان اني امك. ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي، الست دي امي، هي انا طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي، الست دي امي، الست دي امي. خلاص خلاص بلاش بلاش. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي. يا حنينه وطيبه يا اولاد الايه، عندكم عيد ام وانا ما عنديش، عشان كده كل الحبايب متجمعه. حبايب ايه؟ حبايب ايه؟ انت عايز ايه يا شوقي؟ مفيش، جاي اهني ست الكل، دي الاغدرات نازله عليها تغف، دي الناس مش مصدقه ان هي جدعه. شوقي ما تنتهيش الفرص، امي ما تعرفش اي حاجه. لهم رمضان ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء السوبر ستار. لا ما تعرفش يا غتيقيت، ما تعرفش، ولو عرفت هتنشل. يعني نجلاء اكيد نازله الشغل. تنزل المره دي يا شوقي، تنزل بس استر عليا. خلاص سيبنا ارحب بقى بالمامو بتاعك. يا دلي يا دلي، حبينا حبينا حبيناك حبينا. يا شوها الجمال يا شوها الجمال، يخلف قلب شاعر. مين ده؟ ده الاستاذ ايمن الاطرش، ابن خاله العروسه من لبنان. لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض؟ ايوه بس بعد عنك يا امي، الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحر. اتحرق يعني؟ ايوه والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فانتوش وتاكل كبانيه وتاكل حلموس متشكرين. والله انتوا ناس اخر كرم، وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه. ان شاء الله مراتك زي السكر وبتحبك، حطها جوه حباب عينيه. حاضر يا امه. ولا اهلها؟ ناس طيبين وكمل، اوعى تزعل. لا ازعلهم يا امه، ده اسمه كلام. المهم انت توصلي بالف سلامه. على مهلك يا اسطى وانت ماشي. ها ولو قابلتك لجنه في الطريق قول لهم اني معايا ام الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. اكتب الاسم عشان انا عارف انه صعب شويه. الف سلامه يا امه. قول لي يا رمضان، هم اهل مراتك كلهم رجاله كده؟ مفيش نسوان؟ ايوه يا امي بعد عنك، ما بيعيش لهمش نسوان خالص. الحمد لله يا رب يا رب يا ابني، يرزقك بالذريه الصالحه نت وبكرة. اللهم امين يا امي، توصلي بالسلامه ان شاء الله. خلي بالك من مراتك يا والد. عيل انت بس ياما، ان ربنا يسترها معايا. قلبي وربي راضيين عنك يا ضنايا. مع السلامه يا امي. هو المدرس مدينا لما يدخل البيت ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ كل ما تتكسفش مديدك يا رمضان. رمضان ما تحبكهاش بقى، خليك كول في اللذيذ. طيب، يقول قيس بن الملوح على لسان امير الشعراء احمد بيه شوقي. ابن ملوح ده مش كان البوي فريند بتاع ليلى؟ لا يا اخويا مش البوي فريند، اسمه كان بيحبها. اوهو ذاتس وات ايم توكينج اباوت مي، ذاتس وات ايم توكينج اباوت. ده اللي كنت عايز اسمعه يا اخي. ده انت في البيت حاجه وفي الكلاس حاجه تانية خالص. استغفر الله العظيم، خلينا في الدرس اللي احنا فيه لو سمحت. اوكي
كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. قول وراي. كم جئت نجلة بأسباب نجلة؟ نجلة من يا أخوي؟ سوري اسمها ليلى. سوري سنة واحدة أستاذ. أيوة يا شاري، أنا في الدرس مع أستاذ رمضان الملوح ده. سوري يا أستاذ، المعلومات دخلت في بعضها وكده. Oi, listen, Sherry, you better come quick, seriously. This guy is gonna go crazy in a few minutes. But listen, just come now, yeah? Please, come now. Bye. ايه ده بكيك يا باشا؟ هجيب لك مكرونه فرن. عاملين مكرونه فرن حكايه النهارده. يا عبدو! ملوش لزوم. لو سمحت شوف لي الدوره. الدوره؟ ايوه، دوره الميه. He's a bit busy right now. Listen, my dad is. I think he's gonna occupy. يا ابني شوف لي الحمام بقول لك. It's a bit rude to raise. خلاص الحصة خلصت. You're in my house. الواد رمزي بيقول لك الأستاذ رمضان هيموت ويدخل الحمام. خليه خلاص لك كان بيعمله فينا. الله العظيم يا رب. يا ابني شوف اللي في الحمام. الله 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 الله. عمري ما حصلت لي. يا رمزي اتصرف يا رمزي، عيب، انا عندي السكر. عندك السكر؟ ايوه. من امتى عندك السكر؟ من دلوقتي، جالي دلوقتي. عايز حاجه يا ابني؟ خلصت، حرام عليك. اصبر شويه يا استاذ رمضان. ليه يعني؟ معقول الوزير يكون في الحمام وحد يخبط عليه؟ يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ بيبي الله استاذ رمضان. الله 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 الله، ما ترجنيش انا على الاخر. عم الشباب كلهم والله العظيم. اهلا يا اخوي. ليك شوق حبيب؟ ليك شوق. البوس الكتير ده بيعجل بيه. رمزي ممكن اخش حمام؟ اه طبعا. الشمال حبيب قلبي. شمال ايه دي؟ انا ايه الاول؟ ايه الاول شمال؟ اصبر، رايح فين؟ يا رمزي عيب كده يا ناس. ايه ده؟ مش خرابه هنا ولا هنا؟ يلا يا ابني، يلا يا حبيبي. جرى رمضان على اخر الزمن شويه عيال هايفه زي دي تعمل فيك كده؟ ولا تزعل نفسك، خلاص انا هنزل اشتغل تاني من بكره. نزلي تشتغلي ليه؟ ما معكيش راجل؟ ولا مش عارف اصرف عليكي؟ ولا يمكن المعجبين وحشوكي والاضواء؟ اسمع عم اقول لك، لو فتحت الموضوع ده تاني وكل واحد يروح لحاله، تفهمها ولا لا؟
لكم رمضان فين؟ فين؟ في الكباريه. حالا؟ على رمضان. شغل الاغنيه يا شاب. نو نو. اتس اولد مان. فاكس رمزي. اسمع بس. Get on the floor. Party, party, no matter you might find good time. Party, party, no. Tell the DJ to bring the soul. Yeah, baby.